معكم أخوتي وخياتي، أنا مارلات كرام. كنت طلعت عليكم بفيديو سابق وأطلقنا شبيبة الديسي فيرونيكا جولياني بلبنان. أنا اليوم عم طلع عليكم مرة تانية لحتى أشكر أول شيء كل شاب وصبية اتصلوا فينا من عدة مناطق من لبنان ومن برات لبنان وانضموا لهالشبيبة وبلشوا عم يتواصلوا أونلاين مع كهنة ورهبان وأخوة وخيات ورهبات موجودين معنا على الدنيا وجاوبوا على كل أسئلتهم. الهدف من هيدي الجماعة يا أخوتي هو التعليم المسيحي الصحيح، التنشئة على التعليم المسيحي الصحيح وعيش روحانية القديسة فيرونيكا جولياني. القديسة فيرونيكا جولياني اجت على لبنان بطريقة عجائبية واجت للأزمة الصعبة. ما تتأخروا أخوتي، أنا بدعيكم جميعا تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيمرق قدامكم على الشاشة، انضموا لنا وإن شاء الله قريبا رح يكون في عنا توأمة مع شبيبة من برات لبنان. الله يبارككم، سلام الرب يسوع يكون بقلبكم.